نشرناه في مجلة معروفة جدا وهي نيتشر. يرى طه مرغوب أن معظم الجزائريين هنا بأمريكا جد متفوقين في جميع المجالات والميادين. لكن نجاحهم هو نجاح الجزائر إذا استثمرنا في هذه الطاقات وتم خلق أطر للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم لصالح المؤسسات الجزائرية، بما أن السلطات الجزائرية هي من بادرت بتشجيع كفاءاتنا بالمهجر لإقامة استثمارات علمية بالجزائر. أنا دائما الهدف تاعي نعطي حاجة لبلادي، وباش نحقق هذا الهدف تلاقينا مع دوتر سانتيفيك عز الدين مدكور، مريم مراد تاني كانت معانا، وحكيم جاب الله كان الاخر دي جون بلو جون، ياسين عمراني، دوجا نافا تخدم هنايا، نبهات عامر شفتوهم في عند النوماد، كاين انيسه يقوجيل هنايا تاني. واش نديرو؟ كونا اون اسوسياسيون هي دي الجيريان امريكان ساينتست اسوسيشن، الجيريان امريكان ساينتست اسوسيشن، والهدف تاع هذه الجمعيه هو انه نحاولوا ندوا اللي تعلمناه هنا ندوه للبلاد. بوسطن هي إحدى مدن ولاية ماساتشوستس ذات الطابع العمراني الإنجليزي. يتوسطها نهر تشارلز الذي يقسم المدينة لقسمين، بوسطن وكامبريدج. تضم مدينة بوسطن حوالي 46 جامعة، حيث تخرج منها 97 حائزاً على جائزة نوبل في مختلف العلوم. من بين هذه الجامعات جامعة MIT للتكنولوجيا وعلوم الفضاء. تضم الجامعة 1000 أستاذ و3000 باحث و10000 طالب، من بينهم البروفيسور الجزائري كمال يوسف تومي، والذي بدوره يرأس لجنة توظيف الأساتذة بالجامعة نفسها. جامعة MIT راهي في يعني في الكلاسمون، يعني راهي تقريبا دائما أول جامعة يعني في العالم، والتخصيص هي يعني في الهندسة، الانجينيرينغ ولا تكنولوجي. في ثاني خدمات أخرى في البزنس والمانجمنت والأرشيتكتور، لكن هي نظن معروفة كثير في الهندسة. من لا يعرف كمال يوسف تومي؟ هو أحد أشهر وأبرز العقول الجزائرية المهاجرة بأمريكا، فهو من أكبر العلماء بأمريكا والعالم في اختصاص الروبوتيك والهندسة الميكانيكية. كمال يوسف تومي حائز على درجة بروفيسور من جامعة MIT والتي يعمل بها لمدة تفوق 20 سنة. البروفيسور له العديد من براءات الاختراع في مجال الميكروسكوب وتصفية الجزيئات وأنظمة التحكم الآلي، بالإضافة لعمله كمستشار للعشرات من الشركات العالمية في أوروبا، فنلندا، كوريا الجنوبية، اليابان، وكذا سنغافورة، الهند والصين. ومن بين هذه الشركات سامسونج، ميتسوبيشي، IBM، وجينتك. كما عمل كمال على تطوير برامج تعليمية في العديد من دول العالم، من بينها المملكة العربية السعودية. من الجزائر
بلاد يعني الحمد لله فيها موارد بشرية الداخل وخارج الجزائر، فيها موارد طبيعية. الجزائر يعني فيه كفاءات كثيرة في الجزائر بعد، يعني مش خارج الجزائر، الداخل في الجزائر كان، ولازم هذه الناس يعني الواحد يستعمل هذا الخبرة نتاعهم، الكفاءة نتاعهم اللي راهم موجودين يعني في الجزائر، وخاصة ثاني الشباب. أنا دائما نركز على الشباب لأنه هم اللي راحين يعني يقيدوا البلاد. بحكم تجربة البروفيسور كمال يوسف تومي في التوجيه والرؤية للعديد من الشركات العالمية وحكومات بعض الدول، فإنه يؤمن بأن الجزائر تملك كل المؤهلات والمواصفات اللازمة لتحقيق طفرة في التكنولوجيا المتطورة وبلوغ مصاف الدول الرائدة في هذا المجال. لا يدخر أي جهد في الحضور إلى المنتقيات العلمية التي تقام في الجزائر وإبداء رأيه وتوجيهاته واستشاراته للباحثين الجزائريين الشباب. كمال يوسف تومي ابن مدينة قصر البخاري لا يزال متمسكاً بتقاليده وأصالته الجزائرية وتعاليم دينه الحنيف. لو أنزلنا هذا القرآن أنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. برئاسة البروفيسور كمال يوسف تومي ومن تنظيم الجمعية الجزائرية الأمريكية نيو إنجلاند بجامعة MIT ببوسطن، أقيم لقاء ضم العديد من الإطارات والعلماء الجزائريين تمحور حول كيفية بناء جسر تواصل بين الكفاءة الجزائرية ببوسطن ونظرائهم من الجزائر. الجسر كما تصوره المجتمعون من شأنه وضع استراتيجية لتحويل التكنولوجيا المتطورة لمختلف المؤسسات الجزائرية من جامعات ومراكز بحث ومؤسسات اقتصادية. اللقاء اليوم هي يعني كيفية بناء جسر يعني اللي يوصل بين الجزائر والكفاءات الجزائرية اللي هي موجودة خارج الجزائر. فقبل يعني ما نعطي الكلمة لإخواني وأخواتي، احنا في ميادين مختلفة، كان منا اللي في التعليم وكان اللي في الصناعة، كان اللي في يعني قطاعات مختلفة. الحماسة الكبيرة في المساهمة في الدفع بعجلة التنمية للاقتصاد الوطني كانت بديهة على وجوه الكفاءات المجتمعة، إذ عبر العديد منهم عن ارتياحهم لالتفاتة السلطات الجزائرية لعلمائها وإطاراتها بالمهجر وكيفية إشراكهم في هذه المبادرة. كما أكدوا أيضاً على أن الوقت قد حان لتصدير برنامج جدي واستراتيجية واضحة للمساهمة في بناء اقتصادنا ضمن هذه المبادرة الوطنية. ممكن من بعض الأمور اللي هذا الجسر يبدأ في بنائها أنه هذا الثقافة بالذات تلقن إلى كثير من الشباب وإلى كثير من الناس اللي ما عندهم طموح وعندهم رغبة وعندهم إرادة في النهوض بطاقات البلد في هذه النقطة بالضبط. كان واحد المثل يقول يد واحدة ما تصفق، صح؟ يعني الجزائريين بصفة عامة اللي عندهم قدرات في الخارج حابين يعودوا الجزائر
وحابين يعاونوا المؤسسات الجزائرية.